مشاهدينا حول العالم اهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد والمباشر ومعا نحو عالم افضل. عالم افضل لديه القدر الكافي من التثقيف الصحي الذي يكفل له مواكبه التقدم والرقي الذي يتسم به هذا العصر بهدف الارتقاء بصحه الانسان. الارتقاء بصحه الفرد والمجتمع عن طريق مكافحه الامراض والحد من انتشارها بل الاكثر من هذا وذاك الوقايه منها والتقليل من الاخطار الناجمه عنها كالامراض التي تصيب الجهاز البولي وتحدث به بعض الخلل ليزا احبائي معنا باستديوهات قناه الكرمه الاستاذ الدكتور ريمون سليمان اخصائي المسالك البوليه بامريكا دكتور ريمون اهلا وسهلا بيك اهلا فيكي سعداء تكون معنا انا أكثر دكتور ريمون الرب بيستخدمك كطبيب بوزناتك الطبيه الجميله في مجال الطب ولكن كرجل للصلاه وخادم رائع في المجال الروحي ومن هنا يجي سؤالي قبل ما ندخل آه لموضوعنا الطبي ما سر انشغالك بالصلاه وبصفه خاصه من اجل الدول العربيه والان ايضا من اجل امريكا كبلد نعيش فيها وبسال هذا السؤال تحديدا من اجل أننا بصدد استقبال يوم الصلاة للدول العربية وأمريكا يوم 20 إبريل صحيح عايز أسمع سر المسحة الخاصة وفي نفس الوقت إيه تفاصيل هذا اليوم وإزاي نشجع أكبر عدد مشغول ببلاده العربية إنه يحضر هذا اليوم ويكون لي الركب عشان نلاقي ثورة صلاة وفي نفس الوقت عمي. استجابة صلاة تفضل يا إيه دكتور أمين أنا عجبتني كلمة ثورة صلاه نعم يا ريت لانه هذه الثوره سيتبعها نهضه لا مثيل لها في اسم الرب يسوع ان كانت هناك نهضات فلانه اتت قبلها صلوات نعم ونحن اختبرنا هذا الشيء والجميع اختبروا هذا الشيء دعوتنا هذه السنه انه كل مؤمن بالرب يسوع المسيح في اي مكان في العالم يشارك بطريقه ما ان كان ان يصلي وحده والافضل ان يجتمع مع اخرين ان يشجع الكنيسه عنده ان تصلي وفي كنائس في كل انحاء العالم ملتزمه بهذا اليوم وانا أشجع كل مؤمن في كل انحاء العالم ان تضع 20 ابريل وايضا 19 وايضا 21 جمعه سبت واحد نعم. أن تكون هناك صلوات وتشفعات ودموع من أجل بلاد العربية لأنه نحن في هذه السنة بالذات في أمس الحاجة من أجلها. نعم نعم أشكرك جدا جدا تحفيز رائع أنا عارفة إن كل الناس عندها أنين وعندها مخاوف وعندها حالة صعبة لكن مش كل الناس عندها رغبة حقيقية في ركب سجدة. وثوره في الصلاه حتى نجد استجابه في اسم الرب يسوع وتغيير شامل في كل ما يحدث من امور صعبه للغايه، فعلا صعبه للغايه في منطقتنا العربيه وبلادنا العربيه الغاليه على قلبنا. صحيح. طيب. لكن دكتور انا بعرف ان هذه السنه، السنه ال وعشرين بنجاح اقول ايه؟ عظيم وبلا توقف عن يوم الصلاة العالمي له كل المجد. ماذا عن هذا الإصرار؟ خليني أقول أنه في طبيعتنا البشرية نحن أساسا كبشر لا نحب الصلاة هناك شيء في الجسد لا يحب أن يصلي بل أن يعتني بأموره بنفسه فصعب لحتى نقول بدنا نصلي بدنا نعمل مجهود تركيز أن نقاد أن نمتلئ من الروح ونعرف أهمية الصلاة لأنه في كل مرة لم نصلي حصدنا المرارة وفي كل مرة صلينا حصلنا نتائج مذهلة وعجيبة والحقيقة أنه هذه السنة أكثر من أي سنة نحن في احتياج ماس 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 للصلوات مش بس لحتى نغير الأوضاع في الأماكن التي فيها الأوضاع تبدو أنها صعبة لكن لكي نتغير نحن أيضا فنحن هنا نعم. ونحن المجتمعين إن كنا في كاليفورنيا أو في أي مكان في العالم سنأخذ قوة دافعة متجددة ورافعة عندما سنصلي وأين سنجد هذه القوة إلا في الصلاة فنحن نعم. في أمس الحاجة ليس, لا ليس فقط لأحوال بلادنا لكن لأحوالنا نحن نعم. لأنه لا تغيير لنا ولا تقدم روحي لنا ولا أي شيء سيترك أثرا أبديا إن كنا لا نصلي لا كأفراد ولا عائلات ولا كنائس ولا مجتمعات إن كنا لا نصلي يعني أنا بقول حتى كل نشاط حتى كل مشغولية ينبغي أن نضعه جانبا في هذه الأيام أيام الصلاة نقول له يا رب نحن جايين لكي نفتدي الوقت لا. مثل ما يقول الكتاب في أفسس 3 16 هناك نتايد بالقوه بروحه في الانسان الباطن نعم. هناك نرفع اجنحه كالنسور هللويا. هناك نركض ولا نتعب هللويا. نمشي ولا نعيا في الصلاه في الصلاه في الصلاه الفائدة هي للجميع نعم. لمن نصلي لهم ولنا نحن المصلين فانا بقول خلونا نحط الصلاه برنامج اول ونحن الربحانين امين يا دكتور امين، سعيده بكل الكلام ده، أمين. وتضامنا وايمانا من قناه الكرمة بقوه الصلاه ستقوم مشكوره ببث هذا اليوم هللو. على الهواء مباشره، عشان أمين. كده محتاجين نعرف من حضرتك الساعه كام؟ مين الضيوف اللي هت يعني هتمتعنا وتشرفنا في هذا اللقاء؟ امين. راح يكون عندنا الحقيقه اليوم الكبير هو يوم السبت نعم ويوم السبت راح نجتمع للساكنين في كاليفورنيا واللي بيحبوا يتفرجوا عليه بتوقيت كاليفورنيا يبدا هذا اليوم الساعه ونص وسيكون في كنيسه first baptist اوف داوني والدعوه والجهات اللي ما عندوش دعوه ممكن يروح على الويب سايت لبنون براير جروب دوت تفاصيل مش بس عن المكان لكن ايضا عن قصه كيف ابتدا هذا اليوم والاختبارات والاستجابات بالعشرات بالعشرات وانا لا اغالي بالعشرات بشكل محدد وبشكل يجعل يجعلنا نثق ان هناك من يسمع ويسمع بدقه كيف نصلي فممكن يروح على الويب سايت ويشوفوا نبدا الساعه 2:30 بعد الظهر وراح يكون معنا الاخ الدكتور زكريا ستورو الاخ ايمن كفروني الاخ اندرو حبيب واخرين واخرين وطبعا حضراتكم وانا بشجع الكل يكونوا بروح واحده وبنفس واحد في هذا اليوم لكن قبل هذا اليوم يوم الجمعه نبدا في الكنيسه كنيسه انجيل النعمه والحق راح نكون 2041 بالو فيردي افينيو راح نكون هناك الساعه السابعه مساء مع الاحبه بكونوا واصلين بعد جديد ونشجع الكل كمان يكون معنا في هذا اليوم ويوم الأحد نبدأ ساعة... الساعة الساعة الحادية عشرة صباحا أيضا في يوم آخر فإذا ثلاثة أيام جمعة سبعة مساء كنيسة تنجيل نعم والحق السبت ابتداء من الساعة 2:30 ونص بعد الظهر داوني فيرست بابيش تشيرش الحد ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحاً امين يا دكتور من كل قلبي بشكرك على هذا الايضاح الرائع وهذا التحفيز الجميل لكل شخص لم يختبر حياه الصلاه من قبل انه يتحد في تلك المواعيد وفي تلك الساعات فقط تكون مخصصه للسجود امام عرش النعمه امين امين مرة وانت من كل قلبي بشكرك تانكيو. حضرتك قلت شيء انا بس عايز أعلق عليه شويه قلت قلنا اثنين انه السنه دي بشكل خاص نحن نحن في احتياج الناس اكثر من اي سنه اخرى نعم الحالة تدعو للقلق جدا الحالة تدعو للخوف آه. الحالة مخيفة مميتة م -م. آه يعني في في اشياء صعبة وكبيرة تحصل في العالم وايضا في امريكا نعم امريكا على مفرق طرق الان نعم بده يقرروا شو راح يعملوا بالزواج وغيره في امور كبيرة جدا في العالم تدعونا لكي نصلي مش نصلي بالراحة <applause> لانه حقيقه في نوعين من الصلاه في واحد بيصلي بيقول يعني اجى وقت الصلاه ويلا نعملها مره اخرى نصلي عنده صلاه بيقولوا لها صلاه الاختيار وفي واحد ثاني يعرف ان هناك حاجه ماسه وما عندوش بديل فبيجي عن اضطرار وبيجي باصرار هذا النوع من الصلاه هو الصلاه التي تستجاب <applause> الصلاه الوحيده التي تستجاب هي صلاه الاضطرار المضطر في ايه حلوه كتير في مزمور مئه والثاني خليني اقرا لك اياها تفضل تتكلم عن هذا الموضوع بيقول فيها اسمها صلاه لمسكين اذا اعي وسكب شكواه قدام الله شوفي هالمسكين شو, شو بيقوله للرب بيقول له يا رب استمع صلاتي وليدخل إليك صراخي لا تحجب وجهك عني في يوم ضيقي أمل إلي أذنك في يوم أدعوك استجب لي سريعا شخص مسكين شاعر أنه ما عندوش بقى إلا الرب وبيقول له كمان بيقول له لأن أيامي قد فنيت في دخان عظامي مثل وقيد قد يبست ملفوح كالعشب يابس قلبي حتى سهوت عن أكل خبزي من صوت تنهدي لصق عظمي بلحمي شخص قال له رب خلاص أنا نشفت نعم معش عندي خلاص صرت جلدة وعظمة نعم. هل يا ترى الرب يسمع عندما نأخذ هذا الموقف موقف الإصرار والإضطرار ولا بيقول لا سيبك منه طبعا سيسمع نعم. نعم. ويسمع بالذات سأفيد. عندما نشعر بهذا الضعف الكامل نعم. فهذه الصلاه المستجابه هي التعبير عن الضعف نعم. الكامل البشري واضعين انفسنا في يد القدير امين وشوف شو بيقول الرب بجاوب دغري لهذا المسكين بيقول له في المزمور 102 والثاني له في العدد السابع عشر التفت الى صلاه المضطر ولم يرذل دعاهم. ومش بس هيك بيقول وكتب هذا أيضا للدور الآخر يعني قلنا نحن نعم. مش مرة واحدة حصلت للدور الآخر وشعب سوف يخلق يسبح الرب لأنه أشرف من علو قدسه من السماء إلى الأرض نظر ليسمع أنين الأسير ليطلق بني الموت الرب يسمع صلاة المضطر، لازم نعمل هذه السنة. أمين. مثل الصديق صديق نصف الليل. نعم. تتذكرين الصديق نصف الليل؟ هذا أتى عن اضطرار. عن اضطرار. يعني إجي يوقف ويخبط على الباب، وبعدين قال له كلمتين صعبين، قال له روح أنا نايم، قال له مش هروح أنا مضطر أن أقف. وأقرع. وساكمل ان اقرع، قال له ساعتها خلاص انا رح اعطيك. لن اتركك. لن تبرك. اتركك ان لم تبردني مش يعقوب؟ شعر بهذا الاضطرار؟ نعم. فاتاه الرب بما سأل واعطاه اسما اخر واشرقت الشمس له وهو يخمع على فخذه. دعونا ناتي هذه السنه احبائي مش بصلاه الراحه انه يعني مره ثانيه حنصلي هي ال 24 مخليها تصير 24 أهل. لا مش بهذه الطريقة لكن هذه السنة بالذات عن اضطرار وبإصرار والرب سيسمع لأنه يسمع صلاة المضطر اسمي يسوع دكتور سعيدة جدا بالوقت ده حليلوية. رغم أن الحلقة طبية لكن وكأن على قلب الرب أمور مختلفة أنا قلت لك أنا بلاش الطب يعني بس <applause> استخدم فيها الوزنات الجميلة الرائعة اللي فعلا مالية قلبك كمشغول بالصلاة اشكر رب. مره تاني بشكرك من كل قلبي وامين شكرا. في اسم يسوع نلاقي صدى غير عادي مختلف عن أمين. اي سنه أمين. في اسم يسوع هللويا احبائي انا سعيده جدا ان اكون بتواصل معاكم من خلال الشاشه لكن كمان من خلال ارقام التليفونات المدونه اسفل الشاشه لنسمع كل ما لديكم من تساؤلات استشارات اي امور تهم هذا الموضوع الا وهو مشاكل الجهاز البولي وما يحدث فيه من خلل وامور تعترضه ولكن احبائي قبل هذا وذاك تعالوا نرنم الترنيمه اللي انا بعتبرها دلوقتي ترنيمه الساعه تعال نقول له مناش غيرك انت الهنا الحي إله خلق الأرض والسماء خلق كل شيء بكلمة واحدة منه وحامل لكل الأشياء بكلمة قدرته يقدر يهتم بيك ويقدر يعتني بيك يعتني بالعصافير بيعتني بزنابق الحقل يقدر يعتني بالاولى وبالاحرى باولاده ملناش غيرك يا رب نجيلك ونلجا لك رافعين قلوبنا اليك بنجيلك يا رب وانت فاتح باب الرحمه لينا في كل وقت عشان نقدر نتقدم ندخل بثقه الى عرش النعمه تعالوا نرنم الكلمه دي أحبابي مره تاني برحب بيكم وتعالوا مع بعض في البدايه نتعرف على ما هو الجهاز البولي وما هي اهم وظائفه لكن كمان ايه الامراض اللي بتصيبه وتسبب فيه بعض الخلل. دكتور اهلا وسهلا بيك مره تاني اهلا فيك خلينا بالبدايه دكتور نتعرف على الجهاز البولي قبل ما نعرف ايه بعض الامور اللي بيتعرض ليها ونتيجتها بيحدث بعض المشاكل فيه. امين. اليوم لو شفنا مثلا حنحاول نغطي امرين حنحاول نغطي مثلا موضوع امراض الجهاز البولي وبالذات عند المراه وامراض اعضاء الحوض عند المراه امين لكن حنحاول بقدر الامكان انه نذكرهم بسرعه وبعدين نركز على امرين عند المراه خصوصا امر عدم التحكم بالبول وعند المراه ايضا هبوط اعضاء الحوض نعم. فلو بدانا مثلا بالجهاز البولي لو شفنا مم. الجهاز البولي مثلا برسمته بنشوف انه الجهاز البولي معمول من كليتين حالبين مثانه واحليل مم. شو وظيفه الجهاز البولي كلنا نعرف انه الجهاز البولي هو لتنظيف واخذ السموم والشوائب من الجسم, الجسم. من الدم اخذها ومن خلال الكليتين وبعدين مؤقتا تخزينها في المثانه الى وقت طرحها خارجا او اخراجها من خلال الاحليل. فامراض الجهاز البولي بشكل مسهب ممكن ان تكون من اربعه اصناف. ممكن ان تكون نوع انسدادي ومثل الحصى الحصى أو الكلى البولية، نعم. وممكن تكون من نوع مثلاً إنفلاماتوري أو من نوع بيقولوا له مش مش انتاني لكن الثاني الانفلاماتوري اللي هو مثلا موضوع المناعه امراض المناعه بالكلى وممكن نقول انتاني يعني انفكشوس من جراء جراثيم فيروسات طفيليات بارازايتس وممكن يكون مثلا امراض في العضلات في الاعصاب اللي بتؤدي عند اختلالها الى عدم التحكم في البول. اجمالا يعني في امراض طبعا من فوق لتحت في هذا الجهاز هذا الجهاز مهم جدا لكن هذه يعني صوره سريعه عن ما يمكن لامراض ان تصيب الجهاز البولي ان كان عند المراه او الرجل الفارق بين الرجل والمراه ان الاحليل عند الرجل هو اطول وعليه عند الرجل هناك غدد متعلقه بالاحليل لانه الاحليل عنده وظيفتين مش بس اخراج البول عند الرجل لكن ايضا لفرز السائل المنوي وفي طبعا غدد مثل البروستاتا والحويصلات المنويه التي تتعلق بالاحليل عند الرجل لكن اجمالا هو الجهاز نفسه الا بالنسبه للاحليل الذي هو اطول والغدد التي عند الرجل البروستاتا والحويصلات المنويه ولكن الامراض تشبه بعضها عند المراه هناك مرض اكثر بالهبوط لانه الوضع عند المراه كما سنرى يختلف البعض هناك طيب دكتور قبل ما ننتقل من المنطقه دي احنا تكلمنا على بعض الامراض اللي ربما تصيب الجهاز البولي هل حضرتك بتشوف انه العيوب الخلقيه بتضيف بعض المشاكل الاولاد المولوده بعيوب خلقيه هل بتشوفها واحده من الامراض اللي بتحدث مع الوقت خلل ممكن ممكن يكون في مثلا عيوب في العضلات في الاعصاب في تكوين ووضع الاعضاء نفسها ممكن لكن مش مثل ما حنشوف النسبه الاكبر هي ما يحصل عند المراه لاسباب نجدها كثيرا مثل تقدم في السن يس. مثل الحمل المتكرر. مثل الولاده المتكرره مثل الامساك مثل الشد الكثير المزمن السعال الحاد وهلو جرى فهناك اشياء اخرى يمكن ان تزاد عمليات جراحيه في المنطقه ما جرى فهناك اشياء اخرى يمكن ان تزيد نسبه حصول هذه الامراض طيب هل حضرتك بتشوف ان هناك بعض المؤشرات يمكن الضئيله اللي بتقول او بتؤكد انه العامل الوراثي ليه اي دخل طبعا م -م بدون ما اقول اكثر هناك عامل وراثي واضح في هذه الامور م -م يزيد منها فمثلا انا كثير مرات بشوف مثلا من عائله واحده او من من عائلات بتقرب بعضها البعض نفس المرض بيتردد تقريبا في هذه المجموعه فهناك عامل وراثي واضح في هذه الامور اذا يصاب الجهاز البولي بعده امراض ربما بعضها من عوامل وراثيه او كمان بعضها نقدر نقول عليه عيوب خلقيه لكن الشائع والاكثر هي امراض ممكن تسو تسيبه نتيجه اي امور اخرى صح طيب دكتور حضرتك حابب تبدا لنا بموضوع الحوض احنا عايزين نعرف ايه اعضاء الحوض وايه الحوض وليه بالذات بنتكلم على الحوض في المراه وايه المشكله الكبرى اللي بتواجهها المراه نتيجه المشاكل اللي بتحت بتحصل في الحوض او في اعضاء الحوض وينتج عنها هبوط في بعض الاعضاء مظبوط اعضاء الحوض الحقيقه <applause> الحوض معمول اذا شفنا الصوره امامنا هنشوف ان الحوض معمول من عظام حوالين موضوع الاعضاء داخلها ثم في الداخل اعضاء الحوض اللي منها الامعاء المثانه بيت الرحم المهبل المستقيم وهناك ما يبقي هذه الاعضاء يسندها لكي تبقى في مكانها اسمه قاع او ارضيه او زنار الحوض زنار الحوض زنار الحوض, زنار الحوض. نعم. زنار الحوض مهم جدا لانه يبقي هذه الاعضاء في مكانها الطبيعي مم. اينما كي لا تنزل لا تهبط زنار الحوض معمول من عضلات من نسيج دام من الياف متشابكه مع بعض ويمكن لهذه طبعا الـ هذا هذه هذا القاع ان يتاثر يتاثر من خلال تمزيق رده من من التقدم في السن الولاده المتكرره الشد الكامل السعال الحاد العطاس بكثره وطبعا اشياء اخرى ممكن ان تؤثر ف بصير في ارتخاء بهذه العضلات وهذا القاع وبتهبط الامور بصير شويه شويه. دكتور اسمح لي استضيفك، هل بتشوف ان السمنه عامل اخر من العوامل اللي ممكن تؤدي لهبوط الرحم؟ السمنة بالتاكيد السمنه المفرطه؟ بالتاكيد، وانا رح اقول بس خليني بس اقول شيء ثاني أيوة لو في حد يورينا الصوره انه هذه العضلات اللي شايفينها هلا بالصوره إذا شفنا صورة بنشوف أنه هذه العضلات هي مهمة جدا في القاع لكي تبقي كل شيء في مكانه طبعا السمنة واحدة من الحاجات اللي هي تتفشها لتحت يس. وغيره فبس قد إيه بيحصل قد إيش بيحصل هالموضوع أنه قاع الحوض بيتأثر وأعضاء تهبط النسبة كبيرة أكثر أو حوالي 30% من النساء تصاب بهذا الموضوع يه. ولكن الخبر السار انه امراض اعضاء الحوض او ارتخاء قاع الحوض ممكن ان يعالج ويعالج بشكل ناجح جدا هل هناك من اشياء بتزيد النسبه مثل حضرتك تفضلت يعني وقلتي؟ عايز أقول هل هناك بعض إذا العوامل شفنا اذا اللي شفنا اللي هذه على زيادة الصوره هذه الصوره تورينا هذه العوامل بشكل سريع وانا ساذكرهم بسرعه اذا شفنا الصوره بنشوف انه مثلا العمر تقدم, تقدم بالسن. بالسن تقدم بالسن لانه بصير في ارتخاء بال... بالالياف وبالعضلات وهلو مجرة وفي عامل مهم كثير هو العرق <applause> راح اتكلم عنه اكثر بتفصيل اكثر العرق <تصفيق> السلاله <تصفيق> يعني ابيض لاتيني اصفر <applause> عربي العرق <applause> مراحل الحياه عند المراه مثلا <applause> الولاده المتكرره الـ الـ انقطاع الدوره الدمويه المينوبوز الضهي طريقه الحياه طريقه الحياه وهون السمنه الحميه الدايت كيف بينتبهوا للاكل وغيره هيفي ليفتنج آه، النظام انظمه الحياه وهلم جره وايضا اشياء طبيه اخيره مثل الامساك الدائم ناس عندهم شد كثير عندهم سعال كثير وغيره وهذه امور تزيد نسبه حدوث هذا الهبوط والارتخاء في قاع الحوض. راي دكتور هناك مسببات يمكن تحصل بتحصل بشكل لا إرادي لكن في حاجات ربما الـ الـ يعني السيدة ليها يد فيها هنتكلم فيها باستفاضة طيب حضرتك بتشوف أي أسباب أخرى بتسبب هذا الهبوط أو ينتج عنها هذا الهبوط لدى المرأة طب. هل بتشوف طبيعة العمل هل لو شالت حاجات تقيلة إيه الحاجات اللي ممكن ليه أذكر الحاجات دي لأن يمكن أخطاء بنقع فيها ومش عارفين ان ليها اي اثار هل حضرتك ذكرت في كلامك انه اسلوب الحياه طريقه حياتنا هي يمكن من بعض الامور السلبيه اللي بن او الاخطاء اللي بنرتكبها بينتج عنها امور زي كده هل حضرتك شايف في اي حاجه ممكن نضيفها تاني مظبوط فاذا رفع اثقال بشكل مستمر ومزمن آه انا بشوف مرات نساء عندهم مثلا حالات رئويه بالرئه امراض رئويه فيها سعال مزمن كثير كمان بتخلي الهبوط يصير اكثر واكثر فاذا اي شيء بخلي الضغط في البطن يزداد ان كان شد امساك سعال اشياء تجعل الضغط في البطن ان يزداد كثيرا وبشكل مستمر ومزمن لها علاقه حتى يزيد هذا الهبوط حتى نقدر نستدرك هذا الموضوع من مرن النساء على ما نسميه بالكيجل اكسرسايز او التمارين للعضلات عضلات تقوية الحوض عضلات تقوية عضلات الحوض عضل في إلها تمارين وهي انكماش متكرر بشكل معقول لحتى هذه العضلات تتقوى من حين الى اخر فاذا في اشياء نقدر نعملها حتى نتجنب نتلاشى حدوث ده صح طب دكتور حضرتك بتشوف ازاي النهارده الست او السيده تعرف انها مصابه بهبوط في اعضاء الحوض او عايزين نقول ايه اعراض بتصاحب هذا؟ هذه الاعراض للحقيقه ممكن انه نقول مثلا انا بدي اذكر من بعض الاعراض فينا نشوف الصوره الان بروز م -م. لشيء من خلال المهبل م -م. شعور بالضغط في هذه المنطقة م -م. حتى مرات بيصير في إحساسات يعني شيء غير طبيعي م -م. ممكن إذا صار الهبوط واضح كثير ممكن يحصل مثلا انسداد لمجرى البول, البول. آه وطبعا ممكن يصير في عدم التحكم في البول م -م. وممكن يصير في مثلا آلام وأوجاع خلال الجماع آه وجع بالظهر آه بيصير في ضرورة أنه الست يعني لما تروح الحمام لازم تمسك تحط إيدها على المهبل حتى تشعر أنه في شيء بده ينزل م. وطبعا يعني كله مضايقات وتزداد 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 إلى أن يكون الهبوط واضح جدا جدا يعني في درجات للهبوط الدرجة الكبيرة أنه العضو اللي ممكن يصير في هبوط مثلا للمثانة بيقولوا له قيلة مثنية آه للمستقيم قيلة مستقيمية أو كيلة المستقيم وممكن يهبط بيت الرحم نفسه, نفسه. ينزل. وطبعا ده درجة عالية لما يهبط بيت الرحم يخرج إلى الخارج فهناك درجات من هذا الهبوط تبدأ ببعض الإحساسات بعض المضايقات آه، ثم يبدأ العضو بنفسه يبرز شوية شوية والمصيبة أنه أكثر النساء اللي بيحصل عندهم عندهم خجل كبير عايز على الموضوع حضرتك. وهذا يعني يمنع النساء أو. خصوصا من انه يتداركوا الموضوع او مرات كثير بيقولوا ما فيش غيري بالعالم اللي عنده هذا الموضوع لكن كما راينا هناك نسبه 30% من النساء التي تصاب بامراض قاع الحوض. طب حضرتك ركزت على امر مهم قوي انه في اعراض بتصاحب هبوط اعضاء الحوض بعضها يمكن الصعب منها والمزمن بيظهر في مراحل متاخره لكن زي ما حضرتك قلت في مراحل للهبوط ومع كل مرحله ما يتناسب معها من اعراض ازاي النهارده السيده تعرف في المراحل المتقدمه ان هي ممكن مصابه بكده قبل ما اوصل للتشخيص يا دكتور عايزه اقول ان يمكن اكتر حاجه او يمكن اشهر حاجه هي المثانه او المشكله بتبقى في المثانه هل في مؤشرات تقول للمرأة قبل ما توصل للمرحلة الصعبة إن هي ممكن تاخد بالها إن أنت احتمال أو في احتمال إنك تكوني مصابة بأمر زي كده؟ صحيح المثانة هي أول عضو عادة يصاب ببعض هذا الهبوط وبالذات الإحليل اللي نعم. هو المجرى من المثانة إلى الخارج نعم لما بيهبط الإحليل بيبدأ عرض أو 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 موضوع أو اضطراب عدم التحكم بالبول البول مم. بيصير صعب تتحكم فيه السيدة عشان لأنه لما الإحليل يقشط شوية ما عندها مكان لحتى تسد البول عندما مم. يزداد الضغط التحكم بتكون يزداد مم. الضغط في البطن مم. يعني عند السعال عند المشي عند ال... عند الضحك عندك بيصير ساعتها ي... البول في في انفلات بولي مم. وهذه الامور تحصل بشكل كبير لهيك اذا شفنا الصوره هلا بنشوف انه امراض التحكم بالبول او او المثانه من المثانه ما تقدرش تتحكم بالبول حوالي 18 مليون امراه في الولايات المتحده تعاني من هذا الموضوع فشوف النسبه 18% ممكن في انحاء اخرى في العالم نفس 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 النسبه او ربما اكثر, أو أكثر. وبعدين مثل ما قلنا انه اكثر هذه النساء تصاب بخجل كبير حتى اكثرهم ما بيروحوا عند الطبيب وبيفكروا انه الموضوع هذا شيء خاص ان هي الوحيده اللي بالامر ده مزبوط لكن العلاج متوفر وهناك علاجات طبيه كما هناك علاجات جراحيه وراح اذكر بالذات قد صار سهل العلاج الجراحي عندما تحتاج السيده لهذا الامر رائع يا دكتور يبقى هناك اعراض مصاحبه لدوت ولكن كمان في اعراض واضحه ومزمنه في المراحل المتاخره مزموط. طيب خلينا نتنقل لطرق التشخيص هل الفحص السريري يكفي او هناك اي اساليب اخرى لتشخيص هبوط اعضاء الحوض تشخيصهم سهل جدا واضحين فحص في عيادة الطبيب حتى الست عادة تكون عارفة تقريبا شو حاصل معها لأنه خصوصا لما يكون متقدم لما يكون في مراحله الأولى طبعا الفحص الكامل في عيادة الطبيب بيوري الموضوع لما يكون في عدم القدرة على التحكم بالبول بنعمل منظار في في المثانة وبنعمل مثلا بنزين في ضغط في المثانة لما نحط ميه في المتانه اكثر واكثر قديش الست تتحكم بالضغط العالي وطبعا هذه كلها بتورينا باي مستوى وعلى اي درجه ابتدا الموضوع البعض منه يعالج بادويه ولكن عندما يتقدم هناك عمليات جراحيه والعمليات اصبحت في هذه الايام اسهل بكثير جدا مما لما ابتدات انا في الطب لما ابتدات في الطب كان الموضوع صعب كثير عمليه كانت كبيره هلا العمليات صارت صغيره جدا نعملها از اوت بيشنت وبشكل سريع جدا جدا والنجاح كبير جدا رائع دكتور اذا هناك وسائل للتشخيص غير الفحص او الكشف السريري حضرتك قلت المنظار ولكن قلت احنا كمان في قياس حجم او كميه الميه اللي ممكن انها يعني يستحملها المريضه او المريض في الوقت ده قول لي دكتور هل محتاجه وهي بتعمل المنظار او اللي نقدر نقول عليها الاشعه دي ان يكون الحوض مليان بنسب ميه عاليه ولا هي بتروح من غير ما تكون شاربه هي مش مهم ان كانت في ميه ولا ما فيش ميه لانه الميه ممكن تتحط من خلال خلال اسطره او من خلال المنظار نفسه يعني حقن ميه للمكان ده هو صح م -م. فمجرد انه تجي عند عياده الطبيب طبيب مختص بالموضوع التشخيص هيكون واضح وهنا بنفرق ما بين امراض النساء والمسالك البوليه صح. هذا من تخصصات المسالك البوليه صح حتى ما نكون بنتوجه صح هو التخصصات في هذا المضمار في ناس بال, بال... عند ال... اطباء النساء الجاينكولوجيست بيتخصصوا بيسموهم يورو جاينكولوجيست نعم واليورولوجيست مش كله في كثير من اليورولوجيست كمان بحبوا يتخصصوا بهذا الموضوع فبيلتقوا اطباء النساء الجاينكولوجيست وبيلتقوا اليورولوجيست في هذا الموضوع بالذات رائع دكتور احنا طمنا النساء وقلنا انه لازم تعرفي انتي مش وحيده او مش انتي بس المصابه طيب مهم ده؟ جدا لانه لانه اكثر النساء بتشوفي اكثرهم تقريبا 50% بيبقوا قاعدين على المرض ومش عارفين يتصرفوا ازاي مش عارفين لمين يروحوا خجلانين ومش حتى لما نحن دائما بنشجع بالعياده اول سؤال نسال هل عندك عدم قدره التحكم بالبول والعجيب انه بتكون السيده مثلا جايه مشان امر اخر ما بتشوفيهاش الا فتحت تمها وقالت نعم أوه. انت ما قلتيش الاول ليه انا كنت خجلانه أوه. فمنشجعهم يتكلموا على الموضوع آه عندك هبوط اه عندي هبوط فمجرد انه نفتح الموضوع بتلاقيهم تشجعوا وابتداوا يتكلموا عليه وانا بقول نفس الموضوع لازم نقول للسيدات انه اللي تعالجوا يخبروا اصحابهم انه الموضوع مش لازم تعاني المراه م -م. الى درجه انه يصير المعاناه كبيره بدون ان تصل الى نتيجه والى حل. رائع حتى لا تكون كبيره وحتى لا يكون لها مضافات وما تكونش مزعجه عليها في حياتها اللي جايه كلها وهي عندها حل وتقدر تكون بتتعالج بطريقة بسيطه. حضرتك طمنت الناس ده رائع جدا انه انت مش لوحدك وانت عندك فرصه ان انت تتعالجي. طيب ماذا عن العلاج؟ عايزين باستفاضه نقول لهم ازاي ممكن تبدا تكون في مرحله العلاج وايه اللي يتناسب مع كل حاله مظبوط حتى نحكي عن هذا الموضوع حاطط انا صوره هون او لو شفناها امراض عدم التحكم بالبول بتجي من عده اصناف في صنف بيقولوا له الصنف اللي بيحصل عندما ترتفع يرتفع الضغط داخل البطن خلال السعال أو أي حركة م -م. اسمه ستريس انكونتنس فينا نسميه مثلاً عدم التحكم بالبول الشدّي لما يصير في واحد شد. نتيجة حاجة جديدة هذا يختلف وعادة حجم الانفلات البولي بيكون صغير في هذا الموضوع يعني كل مرة بيصير في حركة بينزل شوية شوية ما بينزلش بحجم كبير بينما في أم في شيء اخر اسمه ارج incontinence اي هو عدم التحكم بالبول بشكل الحاحي يعني السيده مش قادره تتحكم ومش قادره حتى توصل الحمام لانه بيجيها مثل رغبه ملحه بالتبويل ومش قادره تمسكها ابدا عاده حجم الانفلات البولي بيكون كبير في هذا النوع في هذا النوع الموعدة. هذا النوع اسمه فاذا في عدم التحكم عند ارتفاع الضغط وعدم التحكم بالبول بشكل ملح ومش قادر توقفه الست آه بعدين في نوع بيمزج اثنين مع بعض بيمزج الالحاح او عدم التحكم الشدي او عند ارتفاع الضغط وايضا الالحاحي فبنسميهم ميكست ميكست العلاج للأول stress incontinence عادة هو أن نرفع الإحليل أن نضع رباط داعم صغير وراح أوريكي شوي هلا كان عندنا وقت قديش سهل هذا العلاج يعمل جراحيا وبنعرف من خلال التشخيص بالمكتب بالعياده من اي نوع من من هؤلاء الاثنين المراه تعاني وطبعا القصه نفسها تخبر من اي نوع ومرات بيكونوا ممزوجين مع بعض أه الحاحي يعالج بالادويه عاده والادويه طبعا في ادويه من بالفم الى ادويه توضع في المثانه الى امور اخرى وطبعا في اشياء طبيه نقدر نعملها مثلا تنقيس الوزن التمارين للحوض لعضلات الحوض أه وضع أه مثلا في ناس بتاخذ كثير كافيين أه ادمان على على المنبهات وغيره كمان بيزيدوا الالحاح البولي ووضع امور اخرى مثلا ممكن في مثل اداه بلاستيكيه حلقيه توضع في المهبل لكي ترفع الامور في كثير اشياء نعملها في تحريض لاعصاب المثانه بنعمل تحريض لاعصاب المثانه من خلال ممكن نشوف دي من خلال التيبيال نيرف بنعطي تحريض بيروح للمثانه بيروقها كثير بنعمله بالمكتب مثلا نص ساعه كل مره او في تحريض دائم بنزرع زي ناظمه بيس للبلادر في في الخلف وبيضل على طول وفي له حتى ريموت كنترول يعني بيهديها بشكل انه يروقها هؤلاء بيشتغلوا عند اللي عندهم النوع او الصنف الالحاحي إلحاحي, الحاحي ادويه في ادويه كثير في على الاقل سبعه ادويه الان على الماركت بيوقفوا الالحاح البولي أه سبعه وواحده بتشتغل لو ما اشتغلوش بنروح لاشياء اخرى مثل أه تحريض الاعصاب ومنروح ايضا لامور اخرى مثل بنحط داخل المثانه فينا نشوف هذه الصوره داخل المثانه بنحط مثلا ادويه بوتوكس البوتوكس نفسه اللي كان بيتحقن بالوش عشان ال الرينكلز كمان بيتحقن الان في المثانه عشان يرخيها ودي ام اس او بافرد لايدوكين مع هيبرين وامور اخرى توضع بكلام اخر المثانه ممكن ان تكون عندها كتير الحاح وكده تهدأ ولو كان في هبوط في المثانه طبعا ساعتها بنعمل العمليه اللي بنرفع الاحليل بوضع دعامه او شيء يرفعه ويثبته في مكانه وساعتها بعش في الانفلات البولي عند ارتفاع الضغط فانا ذكرتهم كلهم مع بعض لكن صراحة ممكن مرات كتير يكون في أكثر من شيء وحضرتك قلت مثلا عن السمنة مثلا طبعا نبدأ بالأشياء اللي نقدر عليها نعم. واللي هي سهلة التمارين تمارين عضلات الحوض وغيره وغيره في أشياء سهلة وفي أشياء يعني تبدأ تبدو معقدة شوي ومعقدة أكثر لكن آخرها أنه أكثر الأمور تتحل بطريقة أو بأخرى رائع يا دكتور يعني كده معناها إن هناك حل ولكن إحنا ركزنا أكتر على الإلحاحي اللي هو يمكن المرأة ملهاش يد كتير في التحكم فيه إزاي نقدر وعرفنا إنه في أمور ممكن إنها تساعدها في هذا الأمر لكن تفاديا لهذا وذاك هل ليها دور يا دكتور ممكن تعمله؟ طبعاً نقص وزنها أيوه تمارين تخفف المنبهات كافيين وغيره مرات كثير ناس مش منتبهين مثلا الكوك السوداز ايوه قديش فيهم كافيين وكله ده بيخلي المثانه تتحرك بسرعه وفي امور يمكن ما يد فيهم مثلا صار في عمليات صار في صار في ولاده متكرره حصلت حصل مثلا تروما رده في المكان طبعا هذا مش صعب بس بس على الاقل بنخبر النساء انه هناك حل ما حتى لو كان الوضع معقد هناك حلول لهذه الامور رائع دكتور لكن نفسي ارجع تاني لجزء اقول فيه هل حضرتك بتشوف انه انا مش عايزه النهارده اقول لها لا ما تشربيش ميه لان احنا بن لا مش ميه انا أقول يعني منبهات كافيين انا انا دي نقطه انا مبسوطه حضرتك حذرت من المنبهات والامور اللي هي ليها نتائج سلبيه بتعمل عمليه عايزه اقول يعني ايه حركه زياده في المثانه مما ينتاب المراه انها تشعر انها عايزه انها تتبول لكن يمكن كمان يوصل لمرحله تبول لا ارادي لكن لا عايزه اقول يا دكتور انه هل تنظيم شرب المية يعني انا عايزاها تشرب ميه لانه صحي جدا احنا بنناشد الناس انهم يشربوا ميه لان قد ايه ضروريه لكل حاجه حيويه الانسان طح والغسل طح الجهاز الهضمي والأو... لكن هل حضرتك بتشوف انه في عمليه ترشيد لاستخدام السوائل انها مثلا ازاي يساعدها لو هي بتسوق مسافه طويله وان هي هيحصل ليها ده. انا امبارح بس بشارك احدى الاخواتي عندها 71 سنه وهي سالت السؤال ده، هي فعلا بتسوق مسافات طويله، هي بتتعرض للامر ده بشكل يعني يعني يمكن ما تقدرش فعلا زي ما حضرتك قلت ما تقدرش تروح للحمام. النهارده عايزه اقول لها تعملي ايه؟ كل جوانب العلاج رائعه وانا عايزاها بسرعه تاخد موقف حتى ما يتطر يعني ما توصل لمرحله هي ما تحبهاش، لكن هل في ترشيد لاستخدام الميه، هل في حد كمان ممكن نقول له هل لما عند الاحتياج للشعور للتبول ان الانسان ما يقعدش يمسك نفسه لوقت طويل ده حاجه كمان بتساعد على عمليه ارتخاء في العضله دي؟ ايه حاجات عمليه دكتور؟ بما انه ذكرتي الاخيره خليني علي نعلق عليها حالا عندما يكون هناك الحاح بولي اي ان المثانه عندها نرفسنس اوفر اكتيف يبدو انه امساك البول لمده دقائق لما يجي الشعور بالتبول له افاده شو بيعمل أه. بيخلي المثانه يعني تمتد شوي اكثر ولما تصير المثانه ممتده اكثر واكثر ساعتها المره اللي بعدها ممكن السيده تقدر تمسك حالها اكثر ف وي ان وات وي يعني <applause> المثانه مرات بما انه تعودت تضل صغيره مش عايزه تنتفخ لا. طبعا مش عايزينها لدرجه انه ما تبولش حتى يصير في هبوط لا بس طبعا بس المثانه نفسها عايزه ليونه والليونه دي بتجي لما يكون في مثلا مش انه نروح الحمام كل خمس دقائق مرات معلش نمسكه شوي أكتر بيساعد لحتى مره ثانيه يكون أكتر وأكتر حتى تقدر السيده انه تفضل يعني مده اطول حتى ما تروحش الحمام باستمرار ثانيا قلتي عن تنظيم السوائل مثلا السيده عارفه انه راح عليها مشوار طويل تروح الحمام قبل المشوار ما تشربش خلال, خلال المشوار مثلا مش عايزه تقوم بالليل هذه مهمه يس yes. اخر ساعتين قبل النوم نخفف السوائل مم. دول امور سهله المنبهات نشيلهم على جنب كل شيء في كافيين مرات في اشياء اخرى بتخلي المثانه تتهيج كمان منها الموز رائع مم. التوميتوز الشوكولا دي امور وفي هناك ايضا مم. بعض الماكولات بيكون عندها السيده هي بتعرف آه آه الأكلة الفلانية مش بتخليها تروح حمام أكثر وفي طبعا ليستة للمأكولات بس أنا ذكرت ثلاثة أربعة نخفف منهم يعني مش عم بقول ما تاكلوش موز ما تاكلوش بنادو... طماطم مم. و, و... ناكل بس إن... بس يعني نخففهم شوي عندما يكون هناك علامات أو اضطرابات في الإلحاح البولي أي أن المتانة متهيجة يعني it needs to be calmed down هو دي من 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 الامور التي يمكن ان تجعل المثانه اكثر اكثر نشاطا ونحن بدنا نخفف النشاط اشكرك جدا جدا على الايضاح ده لكن هرجع طبعا واسال حضرتك سؤال ثاني بس اخد بعض الاتصالات شو. ماذا عن الادويه المدره للبول اللي بياخدها الناس مضطرين مثلا ادويه الضغط هرجع اسمع من حضرتك واخد بعض الاتصالات اخي مين معايا معنا اتصال من كندا اهلا وسهلا سلام المسيح معكم ومعك ايضا أهلا. بك اخي العزيز انا عندي استفسار حقيقه اني دخلت على البرنامج كان بدا صار حوالي يعني فتره بس ما بعرف انه هل اجاب الدكتور على سؤالي ام لا انا عندي والدتي سوت عمليه رفع رحم قبل حوالي عشر سنين حاليا عمرها حوالي 80 سنه تعاني من موضوع انه عدم القدره على التحكم بالبول رحنا لدكاتره قالوا يعني انه حاليا اي عمليه صعب انه لانه عمرها ما يساعد وعندها سكر وضغط و فما اعرف اكو اه ادويه ممكن تساعد بهذا الموضوع وعندي اختي حاليا راح تجري نفس العمليه سالت الدكتوره اللي راح تجري العمليه لاختي هل راح تواجه نفس المشكله اللي واجهتها والدتي بعد العمليه؟ كان جواب الدكتوره انه بما انه هي ما صار عندها حمل وانجاب ما متزوجه فما راح تواجه هاي المشكله بالمستقبل. ما اعرف مدى صحه هذا الموضوع. دكتور هيرد عليك اخي وسام تفضل دكتور امين اخ وسام شكرا على سؤالك بالنسبة لانه الماما مش عارف قد عمرها لكن العمليات 80 سنة تمانين. طبعا احنا كنا بالماضي نقول السبعين كبير بالسن بس هذه الايام الامور اختلفت لانه اولا التخدير صار اسهل والامور كثيرة صارت اسهل والعملية بالذات وسام من اجل عدم القدرة بالتحكم بالبول عند ارتفاع الضغط في البطن يعني السعال او غيره آه صارت اسهل بكثير وانا راح اوري باخر البرنامج آه آه عن عمليه تعمل من شق صغير يعني شق تقريبا خرم صغير او فتحه صغيره يعني فتحه بال بالمهبل حوالي تقريبا سنتين وبس ده كل العمليه فصارت يعني آه بشكل كثير كثير سهل ومنحطش بقى يعني طبعا لازم الماما تقدر تتحمل بعض التخدير ومش عارف يعني وضعها الطبي الكامل لكن صار بالامكان تتعمل وطبعا اذا ما عملتش العمليه طبعا الماما بس رح تكون عندها عدم القدره على التحكم بالبول لكن بالنسبه لاختك بعتقد نسبه النجاح اكبر ايضا لانه اللي ذكرتهم الامور اللي ذكرتهم انه ما صار في انجاب او ما في انجاب كثير فبعض العضلات اقوى وطبعا هي شابه اكثر فنسبه النجاح تزداد نوعيه الادوات اللي نستخدمها في العمليات تطورت وصارت اسهل وهذا طبعا يساعد على نسبه النجاح رائع جدا اخي وسام اشكرك وان شاء الله يكون وصل ليك الرد بشكل كافي اختي منى من مصر اهلا بيكي حبيبتي حضرتك. اهلا بيكي حبيبتي اهلا بيكي اهلا بحضرتك انت على الهوا حبيبي اتفضلي كنت عايزه اسال الدكتور لو سمحتي اتفضلي انا انا لما لما باخر في النوم شويه بيبقى ما عنديش تحكم في البول فبلحق بسرعة على آخر لحظة وحتى لما بقى في برضو مش بقدر استحمل صح انت اخت منى عندك ما يسمى بالالحاح البولي او بالانجليزي بيقولوا له اوفر اكتيف بلادر او المثانه الناشطه جدا وهذا النوعيه من عدم التحكم بالبول يتأثر بنوعية الأكل مقدار السوائل التي تشربينها قبل ما تنامي وطبعا الأدوية تشتغل بشكل واضح في هذا النوع هذه النوعية ومثل ما ذكرت في سبعة أنواع من الأدوية الآن في العالم بالماضي كان في مثلا واحد لمدة عشر سنين كنا بواحد بس بعدين إجا واحد ثاني ثالث رابع صاروا سبعة دلوقت وطبعا سبعة لأنه كل واحد بيشتغل يمكن بشكل مختلف موجودين اكثر في واحد مثلا الاسم المعروف بكل العالم اكسي بيوتينين اكسي بيوتينين وده سهل جدا وجينيريك ومتوفر ورخيص يعني ما بعتقدش سعره اي اي شيء فأرس واحد باليوم عادة من النوعية اللي بتتخذ مرة باليوم في منهم بيتخذوا ثلاث مرات باليوم بس بعتقد صاروا أكثرهم مرة باليوم بيعطي نتيجة رائعة بيعطي شوية نشفان بالفم لكن كسايد افكت لكن النتيجة حلوة كتير ولو ما اشتغلش هيدا بنروح لأشياء أخرى مثل تحريض الأعصاب مثل مثل حقن أمور داخل المثانة لكن بعتقد أنت اللي عندك مش كتير يعني لأنه بيحصل معك بآخر الليل أو لو, أو لو أخرت تأخرت في النوم. لو تاخرتي فبعده بمستوى صغير وبعتقد قرص واحد باليوم حيكفيك كل يوم أمين شكرا يا دكتور شكرا أختي منى لاتصالك حبيبتي ولو عندك أي استفسار تاني مرة تاني أهلا وسهلا بيكي معانا اتصال من أختي هالة من تينيسي أهلا بيكي حبيبي ألو أهلا بيكي يا أختي كنت عايزة أكلم الدكتور كنت أنا بسكي عندي بكتيريا وانا <applause> حامل وانا حامل وكل ما اروح للدكتور كل ما اروح للدكتور عشان اكشف يقول لي عندك بكتيريا عندك بكتيريا مرتين وكذا مره نزل دم في البول نزل دم في البول ورحت اتحجزت مرتين في الامرجنسي وبرضك كان يقولوا لي بكتيريا وجيت اخر مره اتصلوا بيا هم المستشفى قالت لي لا ما فيش لا بكتيريا عندك ولا عندك الكبد وهم مش عارفين فانا عايزه اعرف ده ايه اللي عندي امين اخت هاله موضوع البكتيريا خلال الحمل طبعا بيحصل كثير لكن العلاج بتوعه العلاج هو ادويه مضاده ممكن تستحمليها حتى وانت حامل منها دواء اسمه ماكروبيد سهل جدا الحصول عليه لكن اذا كان ما عندكش اعراض من هذه البكتيريا بفضل انه ما تتعالجيش لانه بكتيريا بدون اعراض ممكن تتساب لوحدها يعني اذا ما عندكش اعراض منها مثلا حرقان بالبول مضايقه لكن حصل معك شويه دم فممكن انه لازم على الاقل يصير علاج واحد لكن اذا مش قادرين يلاقوها باستمرار البكتيريا يمكن البكتيريا دي كانت مؤقته فاذا تاكدت انه في بكتيريا وحصل دم يعني ده بدايه الاعراض ماكروبيد يعني ما بيأثرش على الجنين وسهل كثير الحصول عليه وعادة 90% من المرات بداوي انتنات أو انفكشنز اوف ذا بلادر شكرا لاتصالك اختي هاله وانا عارفه انه الناس اللي من مصر حد تاني اتصل بيسال يا دكتور محتاجين نسمع تاني اسم الدواء اسم الدواء اوكسي بيوتينين اوكسي بيوتينين او اكس واي بي يو تي واي ان اي اكسي بيوتينين. ده اسمه بالعالم كله نفسه اكسي بيوتينين هو الماده المكون منها ممكن يتغير اسمه باماكن اخرى ديتروبان ديتروبان اكس ال بس هو الاساس الماده اسمها اكسي بيوتينين وده متوفر و... و... ورخيص جدا فاكسي هو الدواء شكرا دكتور معانا اتصال اخر من اخي الجابر من المانيا اهلا بك شكرا. أهلاً بيك أخي العزيز. أترجاك بس إنك بس تخفض صوت التلفزيون وتسمعنا فقط من التليفون. يا دكتور السلام عليكم. أهلاً أهلاً جابر. دكتورة أنا من ألمانيا أنا جابري أبو حكيم أنا بدي أسألك سؤال على مود أخوي. ألو. ألو. أهلاً. احنا سامعينك اتفضل اخي اها انا عبالي على التلفزيون عبالي هذا الدكتور يحكي معي اهلا آه. اهلا من فضلك اسمعنا فضل بس آه من اوكي. التليفون يلا اوكي اوكي, اوكي, اوكي. اه بالنسبه اخوي هذا اه نوبات يصير عنده الم الم بالمثانه يصير عنده الم يعني بالمشعر يصير الم عنده جوا وبعدين يظل 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 بعدين يبول دم ودي انا الدكتور مره مرتين هنا للمستشفى نوبه يقولوا له لا. اخي <applause> 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 اخي الجابر من فضلك استمر في الكلام <applause> انا اخذت الفكره منه <applause> فهمت منك جابر حبيبي انه اللي عندها السيده عندها الام في المثانه مع دم هذه علامات التهابات التهاب في المثانه التهابات المثانه مرات بتكون اساسها بكتيريا يعني انتاني ومرات بتكون بس التهابات بس في شكل من هذه الالتهابات اسمه كرونيك او interstitial سيستايتس او التهاب مزمن في المثانه من دون ما يكون في بكتيريا وعلاجه شوي اصعب لكن ممكن ومن العلاجات اللي بناخذها مثل مثلا بنغير شوي بالحميه بال بنوعيه الاكل وايضا ادويه مثل الاكسيبيوتينين وغيرها وطبعا في ادويه تتحط داخل المثانه بشكل ما لكن ضروري يصير في منظار لانه صار في دم حتى نتاكد انه ما في شيء اخر وايضا المنظار بيخلينا نعرف اذا كان في هذه النوعيه اسمها انترسيسيس لانه بتشوف حتشوف في مثل جروح في داخل المثانه اللي بتخلينا نعرف هذه النوعيه وهذه النوعيه لازم كمان يصير في نوعية أكل تتغير معها و... وتتعطى يعني ليست اوف ديفرنت فود شي نيدز تو تيك ومأكولات لازم تتحشاها وغيره شكرا لاتصالك اخي الجابر من المانيا واهلا وسهلا بيك في اي تساؤل اخر واحبائي خلونا نطلع لفاصل ونرجع مع بعض لاستكمال ما بدأناه وامراض تصيب الجهاز البولي أهلاً وسهلاً بكم تعالوا مع بعض نكمل موضوعنا موضوع المشاكل التي تصيب الجهاز البولي تكلمنا عن بعض المسببات والعوامل التي قد تزيد من هذه المشاكل تكلمنا عن الأعراض المصاحبة لهذه المشاكل دلوقتي عندنا مرحلة مهمة هي مرحلة العلاج وكيفية التعامل مع هبوط أعضاء الحوض ولكن التحكم في البول دكتور مرة تاني بنقول لك أهلا بيك شكرا شكرا عشان كل أهلا فيك. يعني أقول وقتك ومحبتك الرائعة وقرارك إنك تدينا الوقت ده رغم ضيق وقتك ده شرف كبير أهلا وسهلا بيك أهلاً. دكتور خليني عندي سؤال من النصف الأول من الحلقة وهو ماذا عن الأدوية المدرة للبول؟ يعني هناك بعض الأدوية زي أدوية الضغط أو بعض الأدوية اللي هي بتدر البول حتى تنزل المية اللي في الجسم حتى تنزل الأملاح اللي في الجسم هي ممكن تزيد من آه هذه الحالة صحيح كيف نتعامل معها؟ في ادوية تنعطى مشان الضغط بتدر البول مثل ليسكس والهايدوكتوراتايزايد آه اللي بتدر البول راح تزيد حجم السوائل نعم لكن انا بحب احكي عن الادوية بنفسها اللي تنعطى تعالج امور سهل. اخرى في 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 الجسم او لمعالجه عدم التحكم بالبول الالحاحي نعم معموله اكثرها من ماده اسمها انتي مسكرينيك المسكرينيك هم الريسبتورز اي المستقبلات المسكرينيه هذه عندما تضبط بالادويه بتخف نشاط المثانه لكن ايضا هذه المستقبلات المسكرينيه توجد ايضا في الدماغ مه. وتوجد في القلب لا. ونحن لا نريد ان نوقفها ان تشتغل في الدماغ ولا في القلب لانه لو وقفت تشتغل بالدماغ بيصير عندنا حاله اسمها الديمنسيا يعني بنفقد الذاكره وغيره وان وقفت بالقلب بيصير عندنا للاسف بعض الكهرباء اللي ما بتشتغلش مظبوط وممكن يصير فيه فينتريكول تاكي برضو في عضله القلب فلازم لا. ننتبه قد ايش من هذه الـ الادويه الانتاميسكورينيك عم بياخدوا الشخص حتى ما نزيدش كثير منه ف انا اللي بقول اللي بقوله انه مثلا لو عند السيده مثلا سلسله ادويه طويله مه. لازم تنتبه وتسال طبيبها كانه تقدر تاخذ بعض الادويه للمثانه ولا لا مه. لانه اذا كترنا منهم كثير ممكن ناثر على الدماغ وممكن ناثر على على القلب, على القلب. ف طبعا بيدوا بيعطوا ايضا نشفان بالفم والكونستيبيشن شويه امساك لكن هودي اشياء بسيطه لكن بدنا ننتبه لل, لل, اصعب حاجتين التاثير أصعب حقتين على الدماغ والقلب. والقلب. فاذا كانت مش عم تاخذ السيده الا دواء دوايين عاده ما فيش تاثير بس اذا كانت السلسله وللاسف مرات كتير النساء بال60 و70 وغيره بيصير في الادويه حجمهم كبير فلازم تنتبه وتسال الطبيب قبل ما تباشر وتاخد الدواء لكن الجرعات المنظمة أو القليلة في البدايات يمكن ما يكونش ليها الاثار السلبيه دهيت لكن ده هي هم اللي انت في منهم لهم تاثير بيضل مثلا 50 ساعه و60 ساعه فممكن حتى يتعاطوا مثلا افري other داي وكل ثلاث ايام ففي منهم لهم قوه اكثر من غيرهم وفي منهم لهم قوه محدده على المثانه فقط نعم. فممكن نختار منهم ما نريده حتى ما يكونش في تاثير سلبي رائع دكتور لكن حضرتك قلت في سبع ادويه ممكن تتعامل مع هذا الامر ده متوقف على ايه هل بتتنافس عايز اقول بتختلف قدرات الواحد عن الاخر ولا هل ده ما يتناسب مع الشخص او المرحله اللي فيها الهبوط مثلا على اي اللي يعني ما بتشتغلش على الهبوط بتشتغل على الالحاح على النشاط ال بما انها هادويه بالفم أيوة. ففي منها طبعا عندها سبيسيفيتي يعني بتروح بس على المثانه ما بتاثرش على الدماغ وعلى القلب وعلى امور اخرى بالجسم وفي منها بتاثر تقريبا على الكل اكثرهم يعني they are safe لكن اذا كان في السيده بتاخذ ادويه كثير لازم ننتبه اي صنف من لها منهم وللاسف للاسف يعني بقولها بكل اسف انه السعر بتوع الادويه هذه بيختلف شوي ففي اللي صار جينيريك ارخص مه. مه. واللي بعد ما صارش جينيريك حسب الإنشورنس وحسب كده لكن موجودين ومتوفرين لكن اسعارهم تختلف وطريقه شغلهم يعني ال الفاعليه تبعهم نعم. تختلف الى حد ما ومرات بيكون نفس الدواء بيشتغل عند واحد وحده ما بيشتغلش عند الأخرى فمرات عن مرات بنغير الادويه حتى نشوف اذا ليش ما اشتغلش هذا بيشتغل واحد ما يتناسب مع طبيعه المريضه يعني صح او مع المريضه نفسها او مع المريضه نفسها بيكون عندها حساسيه اكثر لهذا الدواء يعني بالنسبة للمفعول أكثر من من آخر فمرات مجبورين نجرب دواء ونجرب دواء آخر ومرات بنمزج دوايين مع بعض إذا كان عندنا القدرة أنه بتقدر تستحمل هذه الأدوية رائع كل ده تركيزنا على الإلحاحي اللي هو صعب ويجب نتعامل معاه بالشكل ده استاذنك دكتور ناخد اتصال من استراليا اهلا وسهلا اهلا بيك اهلا وسهلا اهلا 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 اتفضل ايوه لا احنا سامعين حضرتك اتفضل انت مكلميني انا ولا حد تاني حضرتك على الهواء اتفضل اهلا وسهلا بيك انا عندي مشكله المشكله بتاعتي ان طبعا باخد ادويه والادويه الظاهر مع السرعه فالمنوال يعني المتعلم من فضلك حاول تسمعنا فقط من التليفون حضرتك معنا فقدنا الاتصال من فضلك حاول مرة تاني أهلا وسهلا بيك تقدر تكمل بس أرجوك فقط تسمعنا من خلال التليفون معنا اتصال آخر من أختي ليلى أهلا بيك حبيبتي اهلا مساء الخير مساء النور حبيبتي لو سمحت انا عايزه اسال الدكتور فضلي. انا عندي 66 سنه نعم انا حلو انا عندي 66 سنه وبقالي عملت الكومبليت هيس مي وانا عندي 32 سنه وبعديها بثلاث بت... سنين او سنتين I've been having so much problem with my bladder I get a lot of uh, UTI But then I took a lot of medicine, a lot of tests, everything. I have what you call it uh, over overactive bladder, and I've been using a lot of medicine. And uh, you know, I cannot. If I have, if I need to go to urinate, I have to go right away. I cannot hold it. Plus, I go almost every two hours, maybe less than that. And at night, I get up maybe three to four times. A So I don't know what to do. Some doctors to recommend uh, the gynecology said maybe you need to lift up the bladder up. But the urologist said, no, you don't need it. I don't have leakage, but I don't know what to, to do. So... طيب خليكي معانا حبيبتي اتفضلي <صفيق> هل, هل عندك خليني اسالك ليلى آه انت اللي وصفتي وصفتيه هو من النوع الالحاحي او الاوفر اكتيف بلادر انت ما وصفتيش انه عندك آه عدم تحكم بالبول عند ارتفاع الضغط في البطن يعني عند السعال وغيره لو عندك هذا النوع ممكن العمليه تساعد لكن لو عندك بس الالحاحي انا اوافق مع اليورولوجيس انه انت مش محتاجه عمليه انت محتاجه ادويه اخرى او محتاجه نوعيه اخرى من من العلاج مثلا تحريض الاعصاب نيروستيميليشن نيرف ستيميليشن نعملها مؤقت نص ساعه جلسات نص ساعه بالرجلين بيطلعوا على المثانه او نيرو ستيميليشن مزمنه بنحط اله ناظمه بيس ميكر للبلادر بتروق الموضوع او ممكن انت محتاجه الان غير الادويه اللي عم نحكي عنها ادويه بتتحط بال بالمثانه نفسها من جملتها مثلا البوتوكس اللي بيتحقن بال وهذا جديد يعني بس هذا العام ابتدى البوتوكس يتحقن وهذا بيشل المثانة بخليها ترتاح وطبعا أمور أخرى أنت بتحتاجيها لكن أنت محتاجة يعني أنه تتابع الموضوع مع أخصائي شوي يعني عنده تركيز على المثانة ورح تلاقيهم بكل منطقة في تسألي يعني بتلاقي في أخصائيين عادة يورولوجيست مرات جانيكوجيست بك أكثرهم يورولوجيست رح تلاقيهم مهتمين بالمثانة وأمراض المثانة شكرا لاتصالك اختي العزيزه معنا اتصال من أخت انتصار من اريزونا اهلا بيكي حبيبتي. الو اهلا بيكي انا بس برجوكي بس اخفضي صوت التلفزيون واسمعينا من التليفون. الو اهلا اهلا انتصار بلا امر عليك دكتور انا عندي بنيه بالعراق. هاي صار لها تقريب اربع سنين خمس سنين تعاني من المجاري البوليه عندها اثنين بنات وهن اثنين بنات ذني اللي صارن يعني ماكو هيك الام لحد ما جابتن الام من المثاني ولحد الان صار لها خمس سنين ما يصير عندها طفل من ورا المثاني صح. ما ما اخذته خليني اقول انه بالنسبه للالام وانا ما ذكرتش هذا الموضوع لكن هناك مهدئات لالام المثانه دواء هين كتير مهم. وسهل أه بعتقد ممكن حتى يلتقى بالصيدليات بدون روشتة اسمه أزو مهم. اللي هو فينازوبيريدين أه أو ما يعرف بالأد... كدواء اسمه بايريديوم وهذا سهل جدا بلون البول أحمراني لكن بروح كل الأعراض الألام فبالنسبة للألام إذا ما فيش بكتيريا يعني ما فيش يعني إنتان مهم. إنفكشن ممكن بس البيروديوم وحده وانا بقول البايريديوم لازم يكون صديق كل امراه تعاني من الام المثانه او البول يكون عندها بيروديوم كثير وبلون البول احمراني لكن بيروح كل الالام بتوع البول حرقان او اي الم اخر فممكن انه هذه يكون بدايه انه يخفوا هذه الالام باستخدام هذا الدواء وعاده تعطى قرص ثلاث مرات باليوم عند الحاجه عند اللزوم لو ما فيش الام ما فيش حرقان مش ضروري يتاخذ وما تخافش الست انه بولها حصير احمران شوي اورنج صغير على تغيير في لون البول فقط سأل. شكرا جدا اختي انتصار لاتصالك معانا اخي مجدي اهلا بيك الو مساء الخير مساء النور اهلا اهلا مجدي حبيبي تفضل اهلا من فضلك انا عندي 52 سنه ولما باجي اقوم الصبح مثلا بدري من النوم اخش دوره الميه الباث حقيقي يعني اعمل بيب سريع فاست يعني لا بعمله نقط منقط منقط يعني ضعيف جدا ده يكون من ايه؟ مجدي انت 52 سنه يعني عاده بيظهر بالخمسينات ممكن يكون ابتدى عندك تضخم في غده البروستات البروستاتا عم تكبر عندك ممكن وممكن بدك دواء صغير يعني عشان يفتح البروستات آه اسمه آه تمسولوسين آه كان يعرف باسم فلوماكس صار جينيريك هلا وممكن قرص آه آه بال بالنهار يخليك تروح الحمام بسهوله اكثر بكثير طبعا لازم تشوف طبيب بالموضوع هيدا اهلا اهلا مجدي. شكرا شكرا ليك اخي مجدي شكرا جدا ليك اختي منى من مصر اهلا بيكي حبيبتي الخير أهلاً, اهلا بيكي يا منى تفضلي انا اسفه تفضلي حبيبتي أه كنت عايزه اساله انا عندي ابني وعنده تبول لا ارادي هو عنده 11 سنه امم امين بيحصل الموضوع حتى عند الاولاد أه طبعا 11 سنه أه هو مش عارف كانه عنده تبول لا ارادي بالليل يعني ما يسمى بالانيوريسيس هل حصل هذا الشيء منذ البدايه؟ يعني هو من زمان ما عنده هذا ولا ولا ابتدى انت معانا يا منى سامعه؟ يعني يعني هو من من بدايه حياته كده ولا دي حاجه طرقت جديده؟ من بدايه حياته لحد دلوقتي فاذا هو عنده عنده ما يسمى بالإنوريسيس الانيوريسيس دي حاله وراثيه 100% بتحصل عند الصبيان اكثر شيء وطبعا عند البنات طبعا لكن عند الصبيان اكثر شيء والانوريسيس دي وراثيه وعاده تعالج نفسها بنفسها حوالي عمر ال سنه يعني قليل كثير ناس بي عندهم هذا التبول لا ارادي عند الاطفال اللي بيتولدوا فيه وما بيقدروش يوقفوا البول بعد 20 سنة بيختفي الموضوع ده وده وراثي يورث يعني بيتقل من الأب إلى الإبن إلى أهل مجرة لكن في دواء بيساعد اسمه دي دي اي في بي دي دي اي في بي أقراص أو ممكن يتعمل زي بخاخ في في المنخار لكن أقراص بتخلي التحكم ده يحصل وفي كمان أشياء أخرى اسمها ألارم أه بتحط على الـ على الأندروير وأول نقطة بتطلع بتصحيه يعني تقريبا دي جزء من الدماغ ما تمرنش انه يضل ماسك المثانه خلال النوم عند البعض وراثيا لا ينضج هذا الجزء الا بعد سن ال 17 18 او 20 وبيضل هيك لكن الاخبار الحلوه لك انه ابنك سيشفى بعد عمر 20 حتى لو عملتي او ما عملتش اي شيء رائع جدا شكرا ليكي اخت منى شكرا جدا على اتصالك وان شاء الله تكونى سمعت الاجابه دي وانا عارفه ان ربما ناس كتير عندها نفس التساؤل بالنسبه لاولادها ومش قادره تتواصل خبر كويس يمكن فتره او مرحله لكن هيختفي ده عند سن معين ولكن ممكن في يعني الوقت الحالي انهم يستخدموا اي امور وزي ما سمعتوا من دكتور ريمون دكتور خلينا نرجع للعلاج امين اسمح لي اسمح لي اخد اتصال ونرجع تاني معلش اتصال من مصر اختي ناديه اهلا بيكي حبيبتي اختي ناديه كتير على البرنامج الجميل ده أهلا. وبشكر الدكتور كتير قوي وعايزه اساله عندي بنتي من اول ما اتولدت وهي ما يعني بتعمل بيبي بسرعه بي يعني ما البلادر مش بتحجز كميه زي الناس العاديه لغايه ما وصلت انها دلوقتي 35 سنه ومشكله عندها ان يعني كل ساعه بالكثير تجري لم تلحق التواليت فشيء متعب بالنسبه لها في السواقه في في الشغل يعني يا ترى دي تكوينها كده ولا لو اخذت الدواء الدكتور قاله دلوقتي ولمده قد ايه تاخده ولا محتاجه عمليه يعني دي مسببه لها مشكله كبيره امين خليكي معانا يا ناديه خليكي معانا حبيبتي اتفضل اخت ناديه طبعا الموضوع بدايق جدا بنتك صغيره بالسن وابتدات تعاني من هذا الموضوع من عمر صغير ففي طبعا شيء تكويني لكن الان كيف راح نعالج الموضوع الادويه بالفم ادويه خلال المثانه تحريض للاعصاب مؤقت او مزمن بوضع ناظمه اسمها انترستم بالمناسبه انا بس هني عم يتصلوا من مصر الانترستم ايوه اللي هي الناظمه يعني الـ على طول بتتحط أيوة. تحت الجلد النيورولوجيست اللي كان له يد كبيره انه اكتشفها واخترعها مصري الأصل مصري من جامعه سان فرانسيسكو رائع. هو الوقت اسمه دكتور تناجو يعني م. نشكر الرب على الاطباء المصريين الحلوين اللي اكتشفوا رسمة. هذه النازمه وهلا بتتحط يعني بكل سهوله لكن هو كان من المؤسسين لهذا الموضوع وإلها مثل, مثل كنترول. ريموت كنترول يعني نعم. حتى بتزيديها بتخفيها وبتقول للبلادر وقفي، لكن طبعا ما بنروحش على موضوع النازمة اللي بتتحط على طول الا بعد ما نكون استعملنا الدواء الاول والتاني والثالث واشياء تتحط بالمثانه، يعني بعد ما نكون وصلنا الى وضع انه ما فيش ولا شيء حيشتغل بنقول ساعتها خلينا نروح الى تحريض الاعصاب ان كان مؤقت او مزمن لكن اللي بدي اقوله انه هناك اشياء كثيره تعمل و يعني ما تفقديش الامل لكن تابعي الموضوع مع طبيب عنده اهتمام واختصاص في امراض المثانه شكرا لاتصالك اختي ناديه وبنشكرك طبعا على متابعتك للبرنامج كده في الفجر لكن بنتمنى شفاء لبنتك وامين نسمع اخبار حلوه عنها. خليني يا دكتور نرجع تاني للتعامل معها. احنا اتكلمنا دوائيا. ماذا عن امور اخرى ممكن تسيطر على هذا الامر؟ امين، فمن الامور الاخرى اللي ممكن نعملها بالنسبه لموضوع التحكم عدم التحكم بالبول نعم قلنا آه، نحن عن جراحيا حتى عدم ال الحاح التبول ال 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 العصبي أيوة. او فينا نقول هذا ايضا له عمليات منها الالكتريكال نيرف ستيميليشن لكن بالنسبه لعدم التحكم بالبول الشدي اي عندما ترتخي العضلات الاحليل نزل شوي او هيك هذا له اشياء حلوه بتتعمل الان واهمها هو موضوع الفاجنو sling <تصفيق> <تصفيق> vaginal لينج هو مثل دعامه صغيره جدا بتتحط بشق صغير كثير خلال بالمهبل وبتنحط يعني بظرف دقائق و وبتركز الاحليل بوضع بتثبته حتى لما يصير في سعال او كده تقريبا الاحليل ما بينزلش وهي بس مجرد نزول الاحليل شوي لما يكون في بدايه الهبوط هو اللي بخلي البول ينزل وعدم التحكم يصير ف انا راح اوري هلا لانه حكينا عنه مثل فيديو عن الموضوع اللي اللي بخلي ال خلينا يعني نتشجع انه الموضوع اسهل مما نظن او نفتكر وخصوصا هذه الايام انا بتذكر لما ابتدات يعني بالكيرولوجي كنا نعمل عمليات يعني لازم نعمل شق كبير وتقعد المراه عده ايام بالمستشفى ونحط درينز وغيره صارت اوت بيشنت بشكل سريع وبس عايز اوري وللاسف يعني انا مش عم بحاول اقول انه في بس صنف واحد من هودي الفاجن لكن حصلت على هالفيديو وبحب اوريه بس لتشوفوا قديش سهل موضوع هذا الفيديو فلو شفنا الصوره هلا حنشوف الفيديو و ونشوف كيف بتنحط وهي از ان اوت بيشنت سيرجري فقط للي عندهم هذا النوع من عدم التحكم بالبول اللي حصل بدايه هبوط في الاحليل وهذا يعني بيحصل كثير منوش وللاسف يعني كثير ناس بيعانوا بيعانوا لكن من لهم انه الموضوع صار سهل ومجرد عمليه صغيره متوفره بعتقد في كل انحاء العالم في نوعيه من هذه الفاجينال بتتحط ممكن هلا نشوف مثلا الصوره بتتحط بعده شقوق بالمهبل لكن هي هذه النوعيه الان صارت اسهل واسهل طبعا هذه المثانه بنشوف المثانه وبنشوف الاحليل والاحليل نزل شوي ولازم يترفع وطريقه رفعه هذه طبعا مكبره كثير لكن هذه اليد اللي باخرها بتحط هالجزء الجزء الصغير اللي اسمه الدعامه او الوشاح او الفاجنوسلينغ معمول من ماده طريه جدا بلاستيكيه وبتنحط بطريقه من خلال شق صغير كتير بالمهبل وبتتحط داخليا ناحيه عضلات الحوض على اليمين وعلى الشمال وبشكل يعني ما بتاخذش اكثر من ربع ساعة عشر دقائق ربع ساعة بتتعمل العملية فالعملية ونجاحها كبير جدا 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 فسهلت هذه بتسهل الأمور كثير ومثل ما بنشوف هلا بنشوف انه كيف ال ال بيتحط على راس الابره اللي رح تقوده لجوا والوشاح او الدعامه تقاد من خلال الشق الصغير بالمهبل مباشره تحت الـ الـ الاحليل او تحت اليوريثرا ودغري فاذا بتنحط يعني بشكل سريع تاثيراتها السلبيه قليله جدا جدا لكن تاثيرها الايجابي سريع ويرى حالا يعني المراه بتكون اول شيء عم تروح يعني فجاه شيز نو no uh, كذا وطبعا في امور اخرى انا ما ذكرتهاش مثل الاشياء بنحقنها بالاحليل او غيره لكن انا بعتقد هذا الفاجن سلينج صار يعني uh, سهل جدا واسلوب طريقته يعني معقوله كثير والكومبليكيشن شبه شبه غير موجوده تقريبا فهذا اللي عم نعمله هلا وبيتعمل من شق واحد بسموها سنجل انسيجن سنجل انسيجن سلينج بيتحط زي ما شايفين على اليمين وبيتحط بالميلة الثانية على الشمال وهو بيثبت نفسه بنفسه تقريبا لما ما بنركزه يعني بطريقة أنه على الأقل صار فيه شوية شد بسيط مش كتير والمرأة بتروح يعني بتروح البيت بنفس النهار والتأثير يعني نتيجته عاليه جدا جدا جدا، بس حبيت وري هالموضوع لحتى طمن الناس انه لو حصل الموضوع واحتاجوا عمليه، العمليات عم بتصير اسهل وسريعه وتقريبا تقريبا شبه مضمونه النتيجه بتوعها. لكن دكتور خليني اسالك دي عمليات رائعه وبتنقذ والمفروض ان احنا ما نتخوفش منها وان احنا ناخد قرار عند الحاجه او اذا امر بيها الطبيب المعالج هل حضرتك بتشوف انه يعني ليها بعض المشاكل او المضاعفات ما فيش شيء للاسف في الطب بدون اثار جانبيه possibilities لمضاعفات <applause> ما حدش يقدر يقول انه انا بعمل عمليه مش ممكن ولا ولا مره يحصل مضاعفات، لكن نعم. نسبه المضاعفات قليله جدا جدا جدا، نستخدم طبعا مضاد حيوي قبل وخلال وبعد نعم. العمليه ف ده من, من شيء موضوع من ناحية الانتان او الانفكشن. نعم آه مينيمال لكن هذا لا يعني انه مش ممكن يحصل بليدنج او آه نزيف دم، ممكن لكن وضعه قليل جدا 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 نسبة حدوثه قليلة حدوثه قليلة نسبة يعني انه يحصل شيء من من التخدير طبعا نسبته قليلة جدا لكن لازم يكون في تخدير مشان العمليات هذه العمليات سأل أحد الأحبة بالنسبة لأمه 80 سنة مثلا نعم. كنا بالماضي ما نعملش حد عمره 80 سنة هذه الأيام بنعمل ناس عمرهم 90 وبالتسعينات فما عادش فيها الليميتس اللي كنا بنخاف منها بالماضي صار في يعني تاكيد التجهيزات صارت احسن والتحضيرات احسن وطبعا بنعمل التجهيزات اولا الاي كي جي والبلد تيست وغيره بنتاكد انه كل شيء منظم وفي حاله معقوله حتى تتعمل العمليه واذا كانت العمليه بس حتاخذ دقائق يعني عاده المضاعفات حتكون قليله طيب تكلمنا عن بعض المضاعفات البسيطه اللي هي ممكن انها تعدي وتحتمل من نتائج العمليه هل حضرتك بتشوف انها بتجيب النتيجه المرجوه او المعموله علشانها دكتور نعم هلا في بعض الاشياء نحن حكينا عم نحكي عن بس ال عدم التحكم بالبول الشدي لكن عندما يحصل هبوط كبير لاعضاء الحوض هذه بدها عمليات من اشخاص يعني مرنين فيهم وهذه العمليات مرات كثير لما يكون في هبوط مثلا ببيت الرحم او هبوط بعتقد حد ذكر انه حد عمل عمليه ونزلت رجع الهبوط فممكن يرجع يحصل الهبوط والسبب انه طريقه تعليق هذه الاعضاء الهابطه تختلف وهناك تعليق حلو كثير بيحصل في وتر او في في ليجامنت بنحب كثير نستخدمه اسمه السيكرو سباينال اللي هو من امتن الليجمنتس في البادي بالحوض وهذا لما نوصل له ونحط فيه نعلق الاورجن اللي هابط عاده عاده ات وركس ف نشوف حدا عمل العمليات هذه عمليات هبوط الحوض مره ومرتين لازم يتعملهم سيكرو ligament fixation وانا جبت معي مثل مثل حوض لحتى اوري هذا السيكرو سباينل ليجمنت فيكسيشن لو نركز عليه هون بس نوري الحوض ف هذا هو الليجمنت اللي عم نحكي عنه هون وهو ليجمنت كثير قوي من من هذا الجزء الشوكي من من عظمه الحوض الى عظمه العجز اي السيكرم السيكرم ففي ليجمنت قوي كثير من من هون وهذا لما نلقط الاشياء عليه يعني تقريبا مش ممكن بقى تنزل بقى هيدي بيقولوا له سيكرو سباينال ليجمنت فيكسيشن ولما يكون في هبوط كثير لاعضاء الحوض بنركزهم بهذا الليجمنت وعادة بيعدوا وما بيتحركوش بعدين لأنه في مرات كتير بتتعمل هذه العمليات بشكل سريع بيحطوا مثلا شوية يعني بيجيبوا العضلات أمام العضو الخابط لكن للأسف كثير مرات بس تواجد العضلات وحدها بدون ما تتعلق باللجمة اللي جوا ما بكفيش وبعد أشهر أو كده بترجع تهبط فلما بنشوفها اتعملت مرة أو مرتين أو حتى اتعملت مرة واحدة وخبطت لازم نعمل السيكرو سباينال ليجمنت فيكسيشن السيكرو سباينال ليجمنت فيكسيشن درجة آآ يعني انه تنجح نجاحها اكبر أه. بكثير اكبر ولازم يعملها شخص يعني طبعا معود يعمل العمليه حد متخصص يعني. وليه في الامور دي بجداره يعني صح حضرتك بتعتبرها من العمليات اللي مش عايزة اقول الكبيرة ولكن اللي لازم يكون اللي بيجريها حد متخصص وفاهم بيعمل صح مظبوط طيب حضرتك بتشوف هل في مضاعفات هل في مضاعفات طبعا مثل اي عمليه دائما بنحكي عن الانفكشن الانتان وبنحكي عن النزيف وبنحكي عن طبعا حدوث الامر من جديد يعني اللي عايز اقول هل بيرجع هل بتجيب النتيجه المرجوه بدي اقول انه عادة لما نشوف انه رجع لما بسكرو سباينال ليجمنت صعب يرجع عادة ما بيرجعش لكن لنفرض لا نعم لا لنفرض رجع عادة العملية الثانية بكون نجاحها اكتر لكن حتى لو كان ما كانش سكرو سباينال ليجمنت وصار فيه هبوط من جديد الطبيب بيكون متحضر انه لازم يعمل عمليه موراديكو يعني يحطها باللي جاهز يكون هيعمل كده مش يكون عنده عايزه اقول تحضير مسبق لانه مزبوط. هو يكون بيعمل مزبوط. طب دكتور لكن عايزه اقول هل ده كمان يتناسب مع الاعمار المختلفه يعني زي ما سمعنا 80 سنه 70 سنه ودول اكتر شريحه هي مزبوط. بتعاني من كده وربما اكتر شريحه بيعاني برضو عايزه اقول كل المحيطين بالمريض في الوقت ده لو كانت, نفسه يعرف لو كانت لو كانت لو كانت السيده بالثمانينات وما بتقومش من السرير ما فيش حاجه لحتى نعمل عمليه خلاص ما يعني ما فيش احتياج انه لو صار في هبوط طب هي مش عم تتضايق منه كتير بالسرير او مش مضايقها لما تمشي او بس في مرات درجات الهبوط بتكون بشكل واضح جدا حتى الست بتبقى بتكون عم تترجى انه عملوا لي اي شيء بيبقى شيء مزعج بيبقى مزعج كتير أو. يعني دي لوكينج عم بيقولوا ارجوكم اعملوا اي شيء بس مش قادر اعيش بالهبوط ده <applause> فلما يوصل لدرجه لهذه الدرجه ينبغي ان يعمل شيء وانا بقول مش لازم ناخر او نقول انه لا صعبه العمليه لانه العمليات حتى السيكرو باينل كمان صارت تتعمل بطريقه انه الشئ طبعا لازم يكون اكبر من الشيء الاولاني اللي عم شفناه مشان الفاجن سلينج ولازم في دايسكشن اكثر لحتى نوصل لهذا الوتر اللي بين الشوكي العجوزي سيكرو <applause> سباينو ليجمنت بس برضه بيتعمل من شق اكبر شوي لكن بالمهبل فقط بدون اي شيء بالبطن وبدون عمليه كبيره يعني ما يبدو انه عمليه كبيره بالنسبه لل لل للجراح لكن اخرتها بالنسبه للمريضه ما حتشوف كثير لانه بس شئ بالمهبل وحتى ما بتشوفوش و وعاده بيروحوا للبيت ثاني يوم و والامور بتجري بسرعه رائع دكتور ده كلام مطمئن جدا جدا اسمح همينة. لي اخذ بعض الاتصالات اختي بسينة اهلا بيكي حبيبتي اهلا بالمسيح معك ومعكم ايضا اهلا بيكي كيفك حبيبتي ربي يبارككم ويباركك حبيبتي الله يسعدك آه، معلش بدي اسال بس الدكتور يعني انا ستي آه، عملت عمليه قمت الرحم وعم باخذ دواء الضغط وموديل البول كمان وعندي سكري وعمري اقل من 50 سنه مم. و بعرفش ما فيش تحكم امراض كثير يعني في البول يعني مثل هيك بكثير بروح على الحمام متعبني يعني هي الشغله صحيح بسينه انت عم تحكي عن عدم تحكم الحاحي اي اي عصبي يعني كانك تشرعي بالعصب هل عندك عدم تحكم ما بعتقدش انت ذكرتي انه عندك عدم تحكم عند الشد او عند السعال انت موضوعك الحل تبعه بالأدوية أكثر بالأدوية فإذا جربتي دواء بدنا نجرب دواء تاني أو نمزج دوايين مع بعض أو نحط أدوية داخل المثانة يعني لحد ما نوصل أنه استخدمنا كل الأدوية وما نجحناش ساعتها بنروح لشيء أكتر اللي هو تحريض الأعصاب لكن الأدوية أنا بعتقد رح يكون لك الشفاء منهم وطبعا كمان آه عدم الادمان عن المنبهات آه اللي بتنبه المثانه كثير واذا كان ممكن مثلا عندك زياده وزن تنقصي وزنك، في بعض الامور ممكن تعمليها او بعض الماكولات والطبيب اللي رح يشوفك رح يقول لك على بعض الماكولات اللي بتهيج المثانه، انا ذكرت منها البعض آه في مأكولات كثير لكن من بينها الطماطم البندوره نحن بنقلها بلبنان والموز والشوكولا وفي بعض الاشياء اللي فيها كثير بهارات او غيره ممكن تاثر على المتانه وطبعا الكافيين شكرا لاتصالك حبيبتي معانا اتصال اخر اهلا وسهلا ياسمين ياسمين واشنطن أيوة. أهلاً بيكي حبيبتي أهلاً يا أهلاً بيكي حبيبتي دكتور. أهلاً يا أهلا حبيبتي. أنا بعاني من هاي المشكلة من 2011 بلشت معي بكم دقيقة بدي أختصرها كثير أوجاع بتذكر أوجاع في المثانة وحرقة بصير عندي بعدين صرت أروح رحت المستشفى مستشفيتين مستشف 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 يعني مور ذان وان أوبينيون أخذت وبيعملوا لي يورين تيست بيقولوا لي ما في عندك بكتيريا في مكان بيقولوا لي في عندك في مكان ما في عندك بعدين 2011 صار عندي عدم التحكم بلشت احس صار يضايقني بلشت استعمل <سؤال> لاينرز اللي <سؤال> هي زي الكوتكس للبريود عند الست وصلت هيك يعني من 2011 وجون 2011 شفت دكتور مختص منيح عمل لي كمان فح تصوير داخل المثانة خاف لي يكون في هيك تيومر اللي ما في شي عندك، بعد لي تقرير اللي ما في شي منيح على المثانة، وجولاي ألفين زي اللي حكيتها هلا بشوي دكتور هاي العملية البسيطة عملت لي إياها دكتورة مختصة اللي هي سميتها "Vaginal <applause> يس yes. اه بس هاي ضايقتني انا حسيت عملية فشلت لانه صارت تضايقني مرات تاني بينحصر عندي ما ما بيصير عندي تبول كتير الا اذا في المثانة بتكون فل هيك طبعا بهاي الفترة زي ما عم بسمع عن البرنامج من كتير بينزل من كتير كثير بينزل من بضحك كمان بينزل هيك وبعدين حكوا لي اخر اشي قالوا لي تعالي نعمل لك مساج بس انا خفت وبطلت اروح ولا اراجع من 2011 لهلا بس ب... وبستعمل لاينرز وكثير مضايقتني انا ما بعرف بدي شو أه بدي اسالك ياسمين انت عندك اثنين هلا بتروحي الحمام كتير وايضا كمان لما تسعلي بعد في في ترويح في انفلات أيوة. للبول سوري <تسجيل> أيوة. يعني بعد <تسجيل> عندك انفلات بالبول او او عدم التحكم بالبول لما بتسعلي وبتضحكي بتضحكي <تسجيل> ايه؟ <تسجيل> <بستعمل لينرز. أنا تسجيل> في في بستعمل <مؤسسة> لاينرز انا في فاذا فاذا يعني معلش سامحيني <تسجيل> سامحيني اقول انه العمليه يعني اللي عملت لك ما نجحتش كليا <تسجيل> معلش نقولها بالصراحة لازم كانت هيدي تروح هالموضوع لأنه موضوع عدم التحكم بالبول عند ارتفاع الضغط في البطن سعال ضحك كذا هيدي الفاجنال سلينج لازم يخفيها هلا إذا ما نجحتش أول وحدة مش معناها ما تعمليش تاني ممكن التانية تنجح وبما أنه هودي السنجل انسيجن سلينج صاروا متوفرين مش ضروري بقى ينحط شقوق على جانب الفخذ من هون من هون اللي كانوا يعملوا مثلا أو جاع او غيره هلا صارت اسهل بكثير ونسبة النجاح عالية فيها فأنا بشجعك إذا بعد عندك هالموضوع أنك تشوفي طبيب مختص بالمسالك البولية ومش عارف حضرت قالت بنيويورك بواشنطن واشنطن. بواشنطن سيتي في كتير يعني أطباء من هالنوع أه وبعتقد رح تلاقي واحد يرجع يعمل لك العمليه بس كمان عندك أه الجزء الالحاحي يبدو انه عم بتعاني من اثنين أه فهيدا كمان بده تغيير بالادويه لكن بما انه بعد عندك الـ الـ الانفلات البولي أه عدم التحكم عند السعال والضحك بعد الاحليل ما تركزش بمكانه لازم يترفع اكثر شكرا لاتصالك اختي ياسمين واهلا بيكي حبيبتي في اي وقت واي استشاره واي سؤال انا عايزاكي زي ما قالوا الدكتور ما تفشليش حتى لو العمليه الاولى فشلت انت سنك صغير انا بعرف ويا تروحي وما تستنيش انت مستنيه من وقت كبير وده كفايه معانا اتصال من سالي اهلا بيكي حبيبتي مساء الخير مساء النور يا حبيبتي yeah. uh, اذا سمحتي انا بقدر احكي مع الدكتور بس أهلاً. عندي سؤال تفضلي حبيبتي yeah. سالي. Yeah. مرحبا دكتور اهلا سالي yeah. انا عملت العملية اه ارتفاع المثانة مرتين فشلت اول مرة بعدين عملتها في ستانفورد كاليفورنيا ثاني مرة اللي عم بتضايق هسه منه عندي ريلاكسيشن بالفجاينا رحت طبيب الدكتور هون يعني مطرح اللي انا في كاليفورنيا قال لي يعني العمليه ناجحه بس عندك ريلاكسيشن بالمثانه بالمهبل يا بالفجينا ف يعني بتضايق منها اذا بمشي شويه بحس كان المثانه راح توقع صح عندك عندك اللي يعملوا دكتور عندك سالي بعض. عندك سالي هبوط في المثانه بنسميه قيله مثنيه سيستوسيل وهيدا يعني مش ضروري يتعمل له مثلا العمليه الاكبر اللي هي سيكرو سباينال ممكن عمليه صغيره ضم العضلات امامه لكن اذا كان درجه الهبوط كبيره بعتقد السيكرو سباينال ليجمنت فيكسيشن هتحل الموضوع وين راح تلاقي اطباء من هالموضوع ليعالجوك بهالموضوع راح تلاقيهم ايضا ذكرتي ستانفورد بعتقد رح تلاقي حدا بستانفورد اسالي أه عن شخص مختص بهبوط او بلفيك اورجن برولابس بلفيك اورجن برولابس اي هبوط اعضاء الحوض أه بعتقد بعتقد بستانفورد او غيره رح تلاقي اكثر جاينيكولوجيست بيعملوها هونيك حسب المناطق في كثير مثلا يورولوجيست بيعملوهم واكثر الاوقات جاينيكولوجيست بقى انت هلا عندك هبوط في المثانة وهذا الهبوط بده رفع والرفع بما أنه عم يدايق وصار يمكن واضح شوي بده فيكسيشن مزبوط يعني بهذا العملية السيكرو سباينال ليجامنت فيكسيشن شكرا حبيبتي لاتصالك ونحب دايما نطمن عليكي دكتور خلينا في الوقت القليل اللي باقي نحط اضافات انا عارفه ان حضرتك عندك كمان امور هتضيفها في العلاج فيا ريت حضرتك تكون بتشاركنا بيها امين انا بحب اوري بس الصوره اللي امامنا اللي بتفرجي هذا الهبوط للمثانه اسمه سيستوسيل بيحصل حوالي 34% من الناس من النساء وريكتوسيل 18.6% وابيكول برولابس اللي هو هبوط الهبوط بيت الرحم اللي هو اقل لكن هو المزعج كثير لكن لما ببلش يبين الهبوط يعني صار وصلت المراه الى درجه انه يعني خصوصا اذا عم تمشي وتتحرك لازم يصير في اشياء لكن انا بدي اذكر شوي بالنسبه لل العلاجات الغير جراحيه اللي منها تمارين عضلات الحوض الذي اللي لازم تبدا بعمر مبكر وهذا بيساعد للعمر المتاخر فتمارين عضلات الحوض يعني مثل اي عضلات اللي بنحب نمرنها عطلات بجسمنا عضلات البطن عضلات الصدر عضلات عضلات الحوض لها تمارينها انكماش متكرر لعضلات الحوض واي قلبات. طبيب اكسرسايز مم. ممكن تروح على اي ويب سايت كيجل كي جي -E ال كان طبيب نسائي في ساذن كاليفورنيا قبل ما توفى <applause> 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 وهو اللي بدا هالفكره انه لازم تتمرن عضلات الحوض وفكرته رائعه لانه التمرين بوقت مبكر بسن مبكر بيعمل ديفرنس اون ذا فممكن مثلا قبل ما تصير في اي اعراض اي ما تصير في سيمبتومز يبدا كتمرين اي عضله اخر كتمرين مهم جدا اي ده صحيح. احنا عندنا فرصه لتقويه عضله الحوض عضله الحوض دلوقتي لها لها فائدتها داخل. وكيف يعملوها وغيره وطبعا مكان حساس واحد بيقول طب بدي اعمله او شيء بيتعلموه وفي عندي على الويب سايت في مكان اسمه بريك فري توداي ممكن تروحوا عليه على الويب سايت بيعلموكم كيف تعملوا الكيك الاكسرسايز هنا هون بنشوف سيده بتعلم سيده اخرى انه انت مه. لازم تمرني اعضاء الحوض وكيف مرنهم وغيره مه. وطبعا التمرين ينبغي ان يبدا بعمر مبكر مه. لكي نتفادى هذا الارتخاء الكامل في عضله الحوض فهذه موضوع ممكن نعمله وبعدين غير اشياء لنا تنقيص الوزن تنقيس الوزن مهم يعني موضوع جاذبية أنه في وزن كبير قاعد على الحوض ومتقل كده حيزيد نسبة حدوث هذا الشيء في أشياء اسمها بيسري أو هي حلقات بلاستيكية توضع داخل المهبل لكي ترفع الأمور مؤقتا البداية فيها أنه بآخر النهار مثل واحد يعني لازم يشيلها وترجع تحطها من جديد باليوم لكن تفعل مؤقتا وهذه متوفره وسهله الحصول عليها من خلال الطبيب او من خلال الصيدليات بس بدها رشة الطبيب فالبسري ممكن هيدي تنعمل و و و ونحن ذكرنا اشياء اخرى مثلا بالماكولات او غيره لكن انا بدي, بدي شدد على تمارين عضلات الحوض اللي لازم ندخلهم ب تبعنا بالتعليم بسن مبكر للسيدات رائع دكتور يبقى اذا في امور حتى تساعدنا على تلافي حدوث الحاله الصعبه اللي احنا ما نحبش نوصل ليها بالشكل ده صح. نصيحه بقى لحد اوريدي يكون هو في الحاله دي او خلاص يعني ما فيش وقت نقول انك حاول تعمل حاجه يعني تنقذك او تقيق من حدوث ده. حد النهارده في الحاله وبيعاني زي ما سالتني السيده اللي هي عندها 71 سنه، ايه كلام اخير اسيبه معاها؟ يعني الكلام الاخير انه هذه الامور غير ميؤوسه وغير ميؤوس منها، هناك حل ينتظرك، هناك حل ما يمكن ما يكونش سهل بسهوله انه قرص دواء بالفم ما يكونش بسهولة أنه زيارة واحدة لطبيب يمكن تزير زوري طبيبين لكن أخرتها أنا بشجعك أنه تبتدي تشوفي المنطقة اللي أنت عايشة فيها تشوفي من الأطباء اللي بيعالجوا هذا الموضوع تروحي على الإنترنت وأنا حاطت هون مثلا هذا ويب سايت اسمه بريك فري توداي نساء عملوا ويب سايت عشان يعلموا نساء آخرين وفي دايما سبورت جروبس وهلو مجرى لكن الانترنت بتعطيكي فكرة عن المنطقة وشو المتوفر وبتقدر تتلامسي مع السيدات أخرى وبتتشجعي بهذه الطريقة لأنه حتشوفي أنه الموضوع متفشي أكثر مما تتصوري في ناس نساء كتار بيعانوا منه وللأسف بيخلوا لحالهم بخجل وبيمنعوا أنفسهم من أنه يوصلوا لنتيجة اللي هي أسهل كتير مرات مما نظن ونفتكر رائع جدا دكتور في النهايه نفسي جدا اشكرك من كل قلبي اولا على وقتك على محبتك على القدر الروحي الجميل اللي امتعتنا بيه عن الصلاه في البدايه شكراً وحفزنا بشكل غير عادي ان احنا ما ننساش اللقاء بتاع يوم 20 ابريل لكن كمان يكون عندنا حافز الصلاه والركب السجده من اجل بلادنا العربيه حتى الرب يتدخل وينقذ الموقف، شكرا من اجل كل التعليم الطبي الرائع اللي سردته قدامنا وبنصلي ان الرب يباركك في كل مكان توجد فيه دكتور شكرا احبائي شكرا جدا لحسن متابعتكم ومداخلاتكم وانا محتاجه انه الفت انتباه حضراتكم ان الحلقه الجايه هتكون حلقه تهم المهاجرين الجدد، هنتكلم فيها عن بعض المشاكل اللي بتعترض المهاجرين الجدد من حيث الاقامه من حيث تخليص بعض الاوراق من حيث ان هم يروحوا البنك ازاي يتصرفوا يعملوا حساب ازاي يتصرفوا مع اولادهم في المدارس بكثره وجود عدد كبير من المهاجرين الجدد وعدد الاسئله اللي عماله تتوافد علينا كاحتياج ملحه عند كل حد جديد ولاول مره بينزل للبلد في امريكا هيكون معنا ضيف هيغطي كل تساؤلات لديكم انا يعني بحفزك انك تقول لكل عيله هي جات لامريكا جديد انه في لقاء مهم عندك يوم الاربعاء اللي جاي قبل الميعاد ده بساعتين الساعة 6 مساء بتوقيت كاليفورنيا الساعة ثلاثة صباحا بتوقيت مصر وأخيرا أحبائي وليس بآخر فلقائنا يتجدد معكم وحلقات قريبة قادمة ومعا نحو عالم أفضل